في ناس مع فكرة انه البنت تركب موتوسيكل او سكوتر تسوقه، وفي ناس بتقول لا مش ما يلقش عليها، ما ينفعش بتاع كذا. فاحنا قلنا نناقش هذا الموضوع، نشوف اذا كان الناس مع فكرة ان البنت عادي انها تسوق موتوسيكل او سكوتر، وبصراحة انا شايفة ان هو عادي، يعني ان هي بتسوق، يعني مش فاهمة ايه الاوبشن اصلا، ايه مشكلتها انها تسوق موتوسيكل يعني، بس تمام. ولا لا برضو احنا نحترم الرأي والرأي الاخر، ومالناش دعوة بحاجة محي، احنا بنسمع خلاص. فنرحب بقى بضيفاتنا الحلوين الجمال اللذاذ الامارات دول اللي منورنا النهاردة. سالي مصطفى نوراني، سالي سالي طالبة ماجستير ودد يس 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 يس. اما بقى ضحى يسري مع ومندوب الشحن بالظبط. اي بيبي يا وعيو. طيب ناخد نسمع اللي هي مش موافقه، نشوف يمكن انت تغيري النشاط، محدش عارف يعني، يمكن تقنعك او يعني هتركبي موتوسيكل من بكره يمكن. خلاص يلا يا سالي نبدا بيكي. قولي بقى يا ماما حضرتك ليه كده شايفه ان البنت ما ينفعش تركب موتوسيكل او سكوتر؟ عشان انا بشوف دايما ان البنات ربنا خلقنا مخلوقات ناعمه رقيقه، مش مضطره ان انا طول الوقت اعرض نفسي للخطر ان انا ابقى بسوق حاجه ممكن اقع فيها، ممكن حد يضايقني او حاجه تقيدني في لبسي، افضل طول الوقت مش عارفه البس جيبه، مش عارفه البس كعب، عشان انا مضطره طول الوقت البس كوتشي او البس بنطلون، فدي حاجه بتقلل مني كانثى، ليه طول الوقت هعملها؟ غير كده مثلا انا عارفه ان في بنات بتركب سكوتر عشان التحرش اللي في المواصلات، لو لا احنا هنتجنب مثلا التحرش وهنبقى بحاجه لوحدنا. انا بشوف ان البنت بتبقى ملفته اكتر، لان احنا برضو في مجتمع ستيل شرقي، فبتبقى بالنسبه لهم حاجه غريبه شويه ان البنت راكبه سكوتر، فانا بشوف بعيني الناس بتضايقها اكتر. محدش بيضايقك؟ حاجه كويس خالص. وانت ما شاء الله قمر. كمية طاقة إيجابية ومساعدة في الشارع غير عادية، دي حاجة كويسة. احنا مش لاقيينها فعلا، احنا بنجيب لك شغلانتها، احنا جايين لك صاحب الحكاية. ها عشان ايه ما فيهاش بقى حوارات دي، احكي لي بقى كده. يعني أول حاجة بدأت بعجلة، كنت شغالة أصلا مندوبة شحن بالعجلة. ايه الشطارة دي؟ وبعدين؟ كنت شغالة بيها، وبعدين ربنا كرمني بسكوتر، قعدت بيها حوالي سنة، وبعدين ربنا كرمني، انا اصلا معايا ليسانس حقوق ما شاء الله جامعه حلوان ما شاء الله. بعدين ربنا كرمني بالسكوتر، بقاله معايا سنتين شغاله بيه، ناس كتيره جدا جدا بتشجعني، شباب وبنات وصغيرين وكبار جدا. هو ممكن حد محجب يركبه، حد مش محجب، حد منقب، حد لابس هنركبه بالهاي هيز، مش هنركبه بالكعب. مش بركبه بالكعب، ايه المشكله؟ بتركبيه بالكعب؟ اه والله العظيم بركبه بالكعب ما شاء الله. هيمنعني في ايه ان انا اركبه بالكعب؟ هو كده كده مفتوح. انت من اتعلمتي شويه السكوترز فين يعني؟ اتعلمتي في حته يعني؟ خدتي دروس؟ لا يعني حد، يعني حد قريبي هو اللي علمني وخلاص. وخلاص وتعلمته واشتغلت بيه، محدش هاجمني، بركبه عادي بالتحجيبه وممكن. هتقدري تركبيه بسكيرت والهواء يطير بقى وكده؟ كده كده اوريدي اي واحده محجبه بتبقى لابسه سكيرت، بتبقى لابسه تحتيها بنطلون. ايوه بس انا ليه اعرض نفسي لحاجه زي دي؟ مش شايفه ان هي حاجه ملفته اصلا؟ اوريدي انت ممكن تبقي ماشيه بالسكيرت في الشارع وتقعي ويحصل لك بس ما يبقاش في مطر وفي هواء واضطر بقى افضل طول الوقت اللي هو قاعده. ليه ما تمشيش بالسكيرت في المطر في الشارع؟ اوكي بس مش ببقى راكبه سكوتر، فانا معرضه للهواء وابقى ماشيه على سرعه معينه. الهواء في السكوتر او في وانت ماشيه، وانت ماشيه في الشارع تك تك تك. ايوه همشي لو الدنيا بتمطر هفضل ماشيه في الشارع، اكيد هركب حاجه، يعني هركب عربيه، هركب مواصلات. ايوه بس انت برضه معرضه، بس ببقى حاميه نفسي. ثانيه اهدي بس عليا، اهدي عليا. انت نزلتي من بيتكم يس في شهر واحد ماشي، نزلتي اوكي رايحه عربيتك ماشي اللي هي في اخر الشارع، انت مش كل يوم بتلاقي ركنه تحت بيتك؟ ماشي من تحت بيتك لحد عربيتك 10 دقايق 5 دقايق 5 دقايق هوا اوكي لابسه سكيرت ماشي بس على الاقل ملكاها، انا بجسمي يعني انا واقفه فانا ملكاها مش سايقه. ممكن تدخلي السكيرت اساسا جوه بس انا مش سايقه، يعني انا هبقى متحكمه في ان انا اسوق ولا متحكمه بتسوق في ان انا بتعرف ما هي بتقول لك لابسه تحتيها بنطلون اصلا. لا بس انا شايفه ان دي لا شيء ملفت، مبدئيا حاجه بتقيد حريتي. الهواء كله بيبقى جاي في وشك ملوش دعوه بالجزء ده. انت دلوقتي هي دي مهنتها، وهي شايفه انه هي عارفه تلبس وتلبس كعب
على السكوتر. انا معاكي في ده. فاحنا زودنا خطر اللي هو ايه، ان انت معرضه ان انت يحصل لك حادثه في اي وقت. اي حد انا عملت 13 حادثه عربيه، القضاء وقضاء. انا لو عندي تراك امشي عليه بعجل او سكوتر، انا عملت انا مش بهزر، انا عملت 13 حادثه عربيه، كل دي غرز تجميليه. ما تقنعنيش ان حادثه العربيه زي حادثه السكوتر. انا عندي حد من صحابي، هي بنت لحد دلوقتي، هي بعد الشر طبعا عليكي، هو حصل لها عجز. صح. بتقع حد من صحابي الولاد، مجرد ما وقع بالسكوتر هو حروق وجلطات، بتبقى وقعه صغيره كده. يبقى هنا بقى حضرتك في حاجه عشان حاجه. يبقى هنا حضرتك ما ينفعش سواقه الموتوسيكلات للطرفين، لانها غير امنه للطرفين. لا، جسم الراجل يستحمل، الراجل بيعرف يتعامل اكتر. ايه ده، ما هي بني ادم برضه. بس انا جلدي انا لا لا في شكل. ايه ده، ازاي بشريه ولا ايه؟ لا مش طبيعي بشريه. ده بني ادم وده بني ادم، ده بيتكسر ده بيتكسر. انا عندي حد قريبي من موتوسيكل الدغدغ، بس الولاد ما بيفرقش معاهم ان هو يبقى عنده تعويره، ما عندوش مشكله. ده بني ادم شكله يفرق معاه، بس احنا كبنات انا يفرق معايا جسمي لما يتشوه، وهو كمان يفرق معاه. وده مش بني ادم، مش اب، مش زوج، مش حبيب، مش عايز واحده تقول له الله على حلاوتك وجمالك. انا بحس ان ما بيفرقش معاهم، او بحس ان هو لا يعني كده كده هم كانوا وهم صغيرين اصلا مبنيين بتشوهات من لعب الشارع. طيب سيبك من ان احنا نركب السكوتر نسوقه، يعني انت مثلا لو مخطوبه لشخص او متجوزه شخص وهو معاه سكوتر او موتوسيكل، اوكي، مش هتركبي وراه؟ مش هتركبي وراه. اركب وراه ماشي، بس في حدود حاجه معينه. لو انا مضطره بس انا ما سوقوش. تركبي وراه؟ انا ما سوقوش. احنا ركبنا عرضنا نفسنا لخطر. استني بقى هنا، ده ماشي. انت سالتي سؤال نمسي وعنمي، يعني انت تركبي وراه؟ طب والجوب؟ لا، مين قال بقى؟ ما انا بقول لك في حدود حاجات معينه لو انا مضطره. طب والمعكسات ده انت وراه؟ ما قلتش ان ده هيبقى اسلوب حياتي. انا ما قلتش ان ده لكن الموقف حياتي. ما هي مره واحده ممكن، لكن الموقف حصل. ممكن في المره واحده خلاص لو انا مضطره هلبس خوذه وساعتها. لا، ما هي مره واحده. انت هتلبسي خوذه هتداري جسمك، هتداري وشك، لكن جسمك باين. انا عن نفسي مش هركب معايا سكوتر، لا، انا اعرض نفسي ليه الخطر. هي اللي لو سايق وانا مضطره مره هضطر البس بنطلون وكوتشي واديني الخوذه. عدت على سلام، خلاص مش هعملها تاني. ولو وقعتي وكسرتي مره بقى خلاص قضاء ربنا، بس انا مش هبقى عاملاها. طب كتير اللي سايق برده قضاء ربنا. لا، ثانيه واحده، 10 زي اللي سايق 20. يعني ما عرضتش نفسي لتهلكه وارجع اقول استني بقى ربنا. استني استني استني. الحوادث بقى، الحوادث دي اولا ممكن تبقى احنا اتفقنا فيها اعلى في السكوتر. بس هي في الاول وفي الاخر هي حوادث العربيه. لا معلش، مش ريسك فيها اعلى، لانه حضرتك لو لا لا لو حضرتك بعد شر عليكي اتقلبت بيك العربيه، فالعربيه هتتقلب بيها العربيه كل قد ايه؟ اهدي بس عليا، اهدي ماشي. بقول لك 13 حادثه كل قد ايه؟ يعني انا كل 3 شهور في حياتي خلاص. وسقف العربيه كان تحت وعجل العربيه كان فوق والعربيه يعني لدرجه انت اتعجن دلوقتي اتكسرت جوه العربيه. ها، ما تقوليش بقى الموتوسيكلات هي بتبقى حادثه، والحادثه دي الله اعلم الناتج عنها ايه. ولكن عشان نبقى احنا برضو بنتكلم كلام فار ومنطقي، ال فكره ان انت تطيري من على موتوسيكل في الحوادث طبعا اقل امانا من العربيات. بس ده يسري على مش سامعك والدي جي على ايه الطرفين، على الراجل والست قصدك؟ آه. اوكي، بس انا برضو بشوف حاجه، انا ما بقللش طبعا، يعني انا بحب الستات جدا. بس انا بشوف ان الراجل بيتعامل اسرع مننا. يعني انا لو سايقه سكوتر او عربيه غير صحيح، وفي عربيه نقل غير صحيح. لا مبدئيا احنا بنتهزق اسرع، احنا اذكى. انا معاكي ان احنا اذكى، وشوف ان احنا بنسوق العربيات احسن كذا حاجه في وقت واحد. بس هفهمك حاجه، ده في ابحاث دلوقتي بتقول ان سواقه الست احسن من الراجل. انا معاكي في ده، بس احنا علم، الراجل عن احنا قلبنا بيدق اسرع، او احنا بنهتز اسرع. يعني لو حصل موقف. جبتيها منين؟ من الطبيعه البشريه، ربنا خلقنا جايبة بفطره. جايبه الكلام ده منين؟ هقول ربنا خلقنا بفطره. معلش يا جماعه، ممكن نجوجل؟ احنا ايموشنال اكتر. طلع منين جايبتيها؟ مع دي فتره ان دي فترتنا كبنات احنا ليه. لا يعني لا، انا بشوف لا. الانثى ليها ايه ده؟ الرقه والدلع. بتقولي ايوه، ايه علاقه الايموشنز بالصحيح؟ ما هي الايموشن يعني انا انفعالاتي مش بعرف اسيطر عليها بسرعه. مين اللي قال؟ ما ده سؤالي ليكي. مين انا شايفه ده؟ طيب ما هو مفيش حاجه ساينس. هو السكوتر هيقلل من انوثتي في ايه؟
ما انا قلت لك هيقلل من قوتك في ايه؟ هيقلل من قوتك ان احنا عارفين من الاول ان الرجاله هي اللي بتسوق موتوسيكلات. احنا بقى لنا مثلا 5 أو 6 سنين في مصر معاكي ان في بنات بتسوق موتوسيكلات، بس فكره ان انا يبقى حاجه مقيداني زي انت لابسه يا ستي واسع. انت بقالك فتره كبيره عارفه ان الرجاله هي اللي بتسوق موتوسيكلات، لكن مش بقالك فتره كبيره عارفه ان الموتوسيكل بيقلل من قوتك. انا بشوف ان البنت حاجه ناعمه وحاجه رقيقه بتحافظ عليها كده. انت مش شايفاها ناعمه ورقيقه؟ لا والله ما قلتش كده، انا بس انا بتكلم على الفكره. فان انا انزل اسوق سكوتر واقعد اتعامل وبتاع، لا انا ارق من انا عايزه اتعامل. مش شايفه انا ما قلتش كده، لا خالص، بالعكس دي جميله حلوه قوي. يعني انا ما قلتش اهدي عليا، اهدي عليا، انا ما قلتش ان هي مش رايقه. يعني حضرتك دلوقتي انوثتي الناس هتعاكسني ليه؟ طب ما هو بيقلل من بيأيد يعني هو شايفه راجل متشبهه بالرجال. انا دلوقتي انت بتقولي ان هو بيقلل من انوثتي، يعني بيشبهني بالرجال. فلو انت لابسه خوذه، هو شبهني بالرجال، سيبك من الخوذه، لو هو شبهني بالرجال هيقلل من انوثتي. معاكي في الاثنين. طب منين بقى هو هيعكسها؟ انت قلتي كلمتين عكس. ما انا بقول لك دلوقتي لا لا انا مش تناقض، انا جبتها ناحيتين. انا مع انا ضد ليه؟ انت دلوقتي هتقولي لا انا بلبس واسع ومش ببقى ملفته فانا مش هتعاكس. طيب اوكي شكرا، قللتي من انوثتك، بقيتي نازله طول الوقت بكوتشي وبنطلون واسع عشان هدومك ما تبقاش ملفته. طيب لبستي لبسك العادي، انا بشوف ان انت ملفته. حرام البنات او عيب ان هي تلبس واسع او كويس. لا هو ايه علاقه كمان الانثى بلبسها؟ تأييد الانوثه شعور واحساس، شعور واحساس وتعامل فترة زي ما وليس ملابس. لا انا ما قلتش كده، فكره ان انا اتقيد في هدومي، ابقى نازله مش براحتي عشان انا عارفه ان انا مثلا نازله في مطره او في جو معين او كتير. اوريدي اصلا احنا لو انت نازله في مطره مقيدين بلبس معين. لا مستحيل، حتى لو مش هسوق موتوسيكل عشان انا بحاول اتحشم جدا في طريقه لبسي والبس حاجات فيري براكتيكال في نفس الوقت او يعني عمليه جدا. يعني انت عندك فرح هتركبي سكوتر وانت رايحه الفرح؟ ايه المشكله؟ مش هيقيدك؟ والله هركبه. هتركبي فستان الفرح؟ هركبه، اقسم بربي هركبه بهيلز، هركبه بهيلز، كل البنات هتعرف احط الميك اب بتاعي. ليه مش كل البنات؟ يعني انت المسكره مش هتسيح وانت فايقه من الهواء؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، انا عايزه اقول لك على حاجه يا سالي. ايه الخنقه دي بجد؟ هي هتبقى مش كل البنات لو كل البنات بتفكر زيك. ما طبيعي لازم احنا للاسف بنشوف ان كل البنات ما ينفعش تركب سكوترز علشان بتقلل من انوثتها. لا انا انثى واقدر البس هاي هيلز وبشتغل مندوبه شحن وبنزل وكل حاجه. انا معاكي في ده، بس انا شايفه ان احنا انا كبنت شايفاها مرمطه. لا مش جهد، مش فكره كده. ما انا بشتغل على فكره بقالي 6 سنين أو 7 سنين مثلا بشتغل. ده جهد ويحترم، بس ليه بتعرضي نفسك لخطر ممكن تبقي معرضه طول الوقت لخطر؟ ده فاشن، ده شغف بتاعها في حياتها. بس انت بتعرضي حياتك اوريدي وانت ماشيه، ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه. انا معاكي، بس اي حاجه ممكن تحصل نسبته اعلى. ده نسبته اعلى، ما تقنعنيش ان انت لو ليكي تراك معين تمشي فيه، معروف ان ده طريق السكوتر للبنت، ده طريق العجل للبنت، يا ستي انا معاكي. لكن انا اصلا وانا سايقه العربيه ما بشوفش الناس اللي بسكوتر. بس انت قلتي في ناس بتكلم ان انت ما عندكيش مشكله انك ممكن تركبي وراء خطيبك او جوزك. قلت لك دي في حالات معينه لو انا حاجه تانية المبدا موجود. حاجه تانية انا هبقى مضطره وانا مش سايقه. قلتي هجرب مره. طب يبقى كمان يبقى كل البنات تاني. يبقى كل البنات تاخد مبدا انها مضطره وتسوق كلكم سكوترز ومضطرين زي سالي. لا انت قلتي ورا حد ما بقاش انا سايقه. لا فانا بتكلم في السواقه اصلا. ايوه انا في مهاره السواقه. مش مهاره السواقه، انا عارفه ان الستات بتعرف تعمل كل حاجه وعارفه ان احنا يعني ان انا لو نزلت انا قبل كده جربت اسوق سكوتر وانا عارفه ان انا بعمل ده. حل. بس انا مش شايفه ان انا اقدر ارمي نفسي بتهلكه ان انا يبقى شغلي او طبيعه حياتي حاجه خشنه او حاجه فيها ستريس قوي عليا في السواقه. انت اتكلمتي في كذا حاجه. الاول اتكلمتي في ان البنت تسوقه عامه. دلوقتي لا انا ما اتكلمتش في ان البنت تسوقه عامه. انت اتكلمتي في الاول ان البنت تسوق الموتوسيكل عامه. احنا جايين اصلا عشان كده. ماشي، دي انت كنت بتهاجميها لما عدينا الفتره بتاعتها واتكلمنا، دخلتي على حته ان ليه البنت تشتغلها. لا 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 بنت تشتغلها. بتقول لك انها كده بتعرض نفسها الى التهلكه. للتهلكه. التهلكه ده من وجهه نظر مين من التهلكه؟ ومش كل الناس او مش كل البنات ومش كل البيوت ده كان افورد ان هم يشتروا عربيه زي ما انت عندك وزي ما انا عندي. بالظبط. الموتوسيكل بيخلي الحكايه مشوار يبقى قليل. ايه اللي يمنع ان بنت تنزل ببنطلون جينز وسنيكرز وبلوفر وجاكيت وبتاع وتاخد سكوتر وتنزل تروح شغلها بيه؟ ايه اللي يمنع؟ ليه؟ اول حاجه انا معاكي في فكره ان دي شغل وان ده بيزنس واسرع وان احنا ما بقاش معانا فلوس معظمنا، فاحنا بندور على حاجه الاسرع. لا لو سمحتي يعني انا مش معايا فلوس. لا احنا ان شاء الله مستورين باذن الله. ان شاء الله الحمد لله. فدلوقتي انا جمعت فلوس السكوتر، انا بالنسبه لي طيب اوكي انا معايا مثلا 20,000 سي
طيب ما انا 10,000 هروح اخد بيهم كورس اشتغل بحاجه تخليني في محميه في مكتب او في مكان ما فيهوش ريسك عالي عليا، لان ما فيش تراك امشي بيها في سكوتر، ما فيش حاجه يعني مش عايزه حاجه تبقى مقيداني طول الوقت. الشغل بالمواصله اللي هتركبيها، ما هو ده يعني انا كنت بقوله لك من شويه، انت نقلتي من حته ان هي مواصله. لا انا برد على فكره ان انا عارفه ان انت مثلا بنحوش مثلا فلوس عشان نجيب سكوتر عشان نبقى في خطوه اسرع، اللي هو طب عايزين بنجيب فلوس او بتشتغلي، فانا بقول لك دماغي انا لا، انا لو معايا ال 20,000 او الفلوس دي انا هروح اخد بيهم كورس وادور برده على شغل. فين المواصله اللي احنا بنتكلم عنها؟ يعني ايه فين المواصله اللي هتروح بيها الشغل؟ يعني عادي بقى ساعتها اقضيها مواصلات لحد ما ربنا يكرمني. ما صرفتش على ان انا ما اشتغلش بيه علشان ده خطر. اي بالظبط. طب ما ده اللي انا كنت لسه بقوله من شويه، قلتي لا مش بتكلمتش على الشغل. لا انا ما اتكلمتش على شغلك، انا بتكلم انه خطر عليكي فتفرق. خطر عليا في ايه؟ هي بتعرض نفسها كل يوم لريسك. انت بتقولي الدنيا بتبقى زحمه صح، وبنقعد ناخد بقى غرز الناس مش بتشوف، انا ما بشوفش حد سايق سكوتر بالصدفه بيعدي كده من جنبي، اللي هو الحمد لله ربنا ستر عدى. انا فعلا احنا ما بنشوفهمش لان ما بلوش تراك معين. المشكله عندك انت ما بتعرفيش. لا فعلا في حاجه اسمها اسوأ الامانه، الديفنسيف درايفنج، عشان انا يعني بعد كل ال 15 حوادث دي كلها خدت الديفنسيف درايفنج لايسنس. ماشي. في حاجه اسمها اسوأ الامانه، اللي هي ايه البسيط بتاعها؟ ان انت بتبصي في المرايه على الزاويتين اللي جايين يمين وشمال ورا، وبتبصي قدام يمين وشمال عشان تعرفي حضرتك مين اللي جاي من ورا يمين وشمال. ما أكيد اللي بيعدي بقى من جنبك. لا ما هو مش اكيد، لان اللي بيعدي من جنبك لازم تكون شايفاه. لا ما هو انا يعني في من يمين ومن شمال، فانا على ما بلحق ابص على المرايه اليمين انا بلاقي حد جه على الشمال، السكه اصلا اوريدي بتبقى. طب انا معايا دكتوره هاله رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور حضرتك. ازيك حبيبي؟ مساء الخير، منوره الدنيا. مساء النور، ربنا يخليكي بنوركم. دكتور احنا معانا هنا استاذه سالي مصطفى بتقول انه في احصائيات او في ارقام او في يعني اي مكان يقول ان الست تتوتر اكثر اثناء القياده للموتوسيكلات او السكوترز اكثر من الرجال. احصائيات بتقول بيحصل توتر؟ لا طبعا ما فيش حاجه خالص زي كده. طيب. وحصرناها ازاي ومين اللي طلع الاحصائيات؟ هل البنت بتتوتر اكتر من الراجل اثناء ركوب الموتوسيكل او السكوتر؟ وارد يا فندم، وارد نظرا للثقافه اللي ممكن تكون هي قلقانه منها، ثقافه رجل الشارع، ثقافه بعض الناس، فوارد ان يحصل توتر عندها اثناء القياده. لا انا مش بتكلم في الثقافه، انا بتكلم في الـ في الـ في الـ في, الـ في العلم. هل في حاجه بتقول علميا او ارقام بتقول ان الست بتتوتر اثناء سواقه الموتوسيكل اكتر من الراجل؟ لا طبعا. شكرا جزيلا. لا طبعا. شكرا ولو طلعت ارقام زي كده هتبنى على ايه؟ لا ما فيش ارقام بتقول كده، احنا بس ممكن نحللها زي ما كنت بقول لحضرتك في التحليل بس، لكن احنا ما عندناش ارقام بتقول كده. ولا في اي دراسات علميه بتقول ان الست بتتوتر اكتر من الراجل؟ دي ممكن تكون دراسات في الجانب النفسي، وممكن طبعا يكون وارد بعض الرسائل بعض الابحاث، وارد يكون في دراسات خاصه بكده، بس دراسات فرديه مش دراسات جماعيه فردي. تخليني اطلع نتيجه جماعيه اقول بيها ان دي نتيجه جماعيه بتثبت ذات. شكرا يا دكتوره هاله وكتر الف خير حضرتك. نرجع بقى تاني عشان اي قبل ما نختم الفقره ونختم الحلقه. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا انها حوادث، وقلنا ان هو على الطرفين، اي حد هيتقطع يتشرح يتكسر رجليه تطير، دي مصيبه سوداء للبني ادم عامه، ست او راجل. حضرتك بتتكلمي في الملبس اللبس صح كده؟ طيب هنا هي الاستاذه هنا ردت عليكي وقالت لك ان انت بتسوقي سكوتر بيه الهيلز عادي العادي بالكعب. تسوقي بالكعب؟ بسوق بالكعب، اصل انا مش ببدل، انا قاعده حاطه رجلي جواه ودايسه بنزين. ايوه انا فعلا مش عجله. اوكي وانت في المطره بتلبسي ايه؟ بوت يعني بتقيه هو احنا مش طول السنه شتاء. ما احنا مش طول السنه شتاء، بس ده وقت شيطة. كبير قوي. المطر مش بتمطر كل يوم يا ستي، ما ده وقت كبير قوي من بتمطر كل يوم. عايزاهم ما يسوقوش سكوتر عشان شهرين في السنه. لا مش عشان شهرين في السنه، الشهرين دول ممكن يحصل فيهم بلاوي. كلنا في الشتاء بنلبس بوت، مش كل يوم بنلبس هيلز. ايوه طيب ماشي معاكي في الشتاء ان احنا لابسه هيلز. ماشي عشان كده متاثره قوي بالهيلز. بصي بقى انا لابسه ايه في الشتاء؟ كوتشي. شايفه؟ وجايه في عربيه مش بسكوتر ماشي. ما انا طبيعي بلبس على فكره، انا بلبس كوتشي. ايه
امسك الكلمه دي، امسك الكلمه. بصي مطلعه علينا من الصبح على الهيلز والكعب وهي في الاخر بتقول لك بعد ما اخلص. عندي حريه، عندي حريه في ان انا هلبس ده او هلبس ده. نعم يا فندم. انا حره يعني، انا عندي حريه ان انا هركب ده او هركب ده، انا حره. اقتنعتي؟ لا. قبل ما اختم ما اقتنعتيش؟ ما اقتنعتيش ها؟ لا. ايه ميزان؟ اصلا ما اقتنعش طبعا زي ما معروف عنه. دماغه مش عارفه حتى، يعني احتمال يقول لنا انتوا غلطانين ان انتوا انتوا اتنين غلطانين ان انتوا طلعتوني غلطانه، هتقوم دلوقتي تضربنا لان ده الاسد. ازاي تطلعيني غلطانه وانا غلطان؟ انا كده كده ما بغلطش. انا كده كده ما بغلطش. صدقيني والله كل صاحباتي البنات تقريبا بقوا اسد. بس هي برضو قالت ان هي حتى لو ما سقتهوش هتركب ورا حد. اه بس احنا خدنا لا ما تعملنيش كلامي، انا قلت في حاله خاصه لو انا مضطره فماشي مره. لا هجرب مره. لا لو عدت بسلام. بصي احنا دلوقتي خدنا منها كذا تصريح. الاسد ده طلعنا منه كلام كبير. انا عارفه طلعنا منه موضوع التحرش وبقى معانا. احنا على موضوع حوادث بقى للناس اللي رجلها بتتقطع دي وبتاع، لا على الطرفين البنت والولد، فالموضوع ما بقاش موضوع بنت. الملبس قالت وقرفانه من اول الحلقه وعماله انت عماله تقتنعي نفسك. كعب 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 قالت لك حالة كلب الكعب والبس ايه؟ كوتشي. بالظبط. خلاص كده؟ ليا الحريه مش متقيده. بصي بقى انا هقول لك. شوفي قالت ايه في وسط الكلام إيه؟ اللي مش مقتنعه قوي بانها تسوق سكوتر. يفريني. قالت سقت سكوتر مره كده. ايوه لا جربته في مكان زي المعموره مكان فاضي ما فيهوش بني ادمين. لا لا ثانية واحدة، أنا معاكي اركبي عجل واركبي سكوتر بس في مكان ما بقاش كل يوم بنزل أعمله. أنا جربته عشان اللي هو في حاجة في شخصيتي بتقولي تاني جربه. نعم يا أستاذ سارة. السكوتر هيقلل من نصك، طب ركوب العجل مش هيقلل من نصك؟ ما أنا هركبه 24 ساعة في اليوم، مين بيروح شغله بعجلة؟ ما المسافات أصلا أوريدي كبيرة. لكن سالي مصطفى نورتينا النهاردة، يا سالي ضحى يوسي نورتينا النهاردة ضحى، كملي 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 كملي. وأنا من المشجعات على ان الناس تركب سكوترز او موتوسيكلات، وان شاء الله بناتي لما هيكبروا باذن الله هخليهم يركبوا سكوترز ويركبوا موتوسيكلات، ودي الحاجه الوحيده اللي هجيبها لهم على حسابي لما يكبروا. لو انتم ماليش اي دعوه باي حاجه خالص في العالم، بس هشجعهم عشان اشجعهم هجيب لهم سكوترز او موتوسيكلات يسوقوها، تتعلم سواقه كويس، بنتك او ابنك يتعلموا سواقه كويس. لا مش هجيب، انا هجيب عربيه هي تشتغل تشتري نفسها عربيه، عقبال ما تشتغل تشتري نفسها عربيه، هي تاخد سكوتر مواصلات وهي بقى تبقى تحوش وتجيب لنفسها عربيه. انا هعلم واجيب عربيات كمان ها، وعلموا بناتكم يسوقوا موتوسيكلات كويس عشان الحوادث، عشان الامن، عشان امانهم. هاتوا لهم الحاجات اللي هي ال ايه اسمها ايه دي؟ خوذه، والحاجات اللي هي الدراعات وال اسمهم ايه اللي عند الركب. ها حلوه، مفيش فرق ما بين الولد والبنت، ولد يركب موتوسيكل بنت تركب موتوسيكل، الولد يركب عربيه وليه مرمطوا مرمطوا؟ ايوه ما يتبهدلوا هما، اتبهدلوا ينزلوا يتمرمطوا. مش عادتي عايزه تبقى انت يا حبيبتي. الفقره خلصت زي ما انتوا شايفين، وما انتظرناش على برج الاسد انا عارفه. والفقره خلصت والحلقه خلصت. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده من هي وبس.